بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أتابع معكم احبتي في الله سلسلة المنظومة الرقمية الرائعة في القرآن الكريم. وسوف نعيش اليوم مع الأرقام الثلاثة التي تميز القرآن. عدد السور وعدد الآيات وعدد سنوات نزول القرآن أرقام ثابتة يعني مثل الثابت الكوني عدد آيات القرآن 6236 وعدد سور القرآن 114 وعدد سنوات نزول القرآن 23 سنة إذا نحن أمام ثلاثة أرقام الآن سوف نكتشف أن هذه الأرقام الثلاثة لم تأتي عبثاً وليس كما يدعي الملحدون انها ارقام عشوائيه بل هي ارقام وضعت بمنتهى الدقه لتحقق المنظومه الرقميه السباعيه في القران لاننا قلنا هناك منظومه رقميه تقوم على الرقم سبعه في القران العظيم كل كلمه وكل حرف وكل ايه وكل سوره نجد ان لها هذا النظام الرقمي وكله مترابط مع بعضه سبحان الله فهذه الأعداد الثلاثة 23 114 6236 هي جزء من المنظومة السباعية دعونا نتأمل أيها الأحبة أحبتي في الله بلغة الكلمات نقول إن الله تعالى أنزل سور القرآن ال114 في 23 سنة إذا الله أنزل 114 سورة في 23 سنة أنا سأحول الكلمات إلى أرقام سآخذ العدد 114 والعدد 23 واقوم بصف هذين العددين نفس منهجنا في دراسه المنظومه الرقميه السبعة قلنا دائما نصف الارقام نجد عددا من مضاعفات الرقم سبعه، كلما صففنا الارقام نجد مضاعفات العدد سبعه وهكذا عشرات الالاف من المعادلات ليس مئات وليس عشر. عشرات الآلاف تسير على هذا المنهج فقط، لا نتبع أي منهج آخر. انظروا أيها الأحبة. العدد هنا عدد سور القرآن 114 وعدد سنوات النزول 23، إذا قمنا بصف هذين العددين يصبح لدينا عدد هنا 23114. هذا العدد عندما نقرأه من اليسار إلى اليمين يعني 23114 نجده من مضاعفات العدد 7 يساوي 7 في 3302 وعندما نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار أيضا نجده مضاعفات العدد 7 يعني نقرأه من هنا أحبتي في الله يعني نقرأ الأربعة أولا ثم الواحد ثم الواحد ثم الثلاثة ثم إثنان

تشكل لدينا عدد 23114، هذا العدد سواء قراته من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين يبقى قابلا للقسمه على سبعه من دون باقي اي من مضاعفات العدد السبعه، سبحان الله. طيب هل نجد هذه القاعده تستمر معنا؟ دعونا نتامل. هنا ايها الاحبه يمكن ان نقول في لغه الكلمات ان الله تعالى انزل ايات القران

واذا قراناه من اليسار الى اليمين يصبح 632632 632 ايضا مضاعفات السبعه سبحان الله. طيب الان هل تستمر هذه القاعده؟ نعم تستمر وتتكرر كما قلت لكم واؤكد عشرات الالاف من المرات وهذا يستحيل يستحيل ان تكون كل هذه المعادلات بالمصادفه فدعوني اتابع معكم ايها الاحبه. لو قلنا بلغه الكلمات ان الله انزل 6236 ايه ووضعها في 114 سوره يعني اخذنا العددين 6236 عدد ايات القران واخذنا العدد 114 عدد سور القران وقمنا بصف هذين العددين نجد عددا هو مليون ومئة وستة واربعين ومئتين وستة وثلاثين هذا العدد أيضاً يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين يعني إذا قرأناه من اليسار إلى اليمين مليون ومئة وستة واربعين ألف ومئتين وستة وثلثين يساوي سبعة مضروباً في مئة وثلاثة وستين ألف سبعة مئة وثمانية واربعين هنا أيها الأحبة وإذا قرأناه بالعكس يصبح ستة مليون وثلاث مئة وستة وإ Sac ما ليه أيضاً يبقى من مضاعفات العدد سبعة يساوي 7 في 903773 طيب سبحان الله يعني يعني لو فكر احد ايها الاحبه بتحريف القران لو فكر احد بتحريف ايه من ايات القران زياده ايه او نقصان ايه زياده سوره او نقصان سوره سيختفي هذا النظام احبتي في الله لذلك انا اقول دائما ان هذه الـ 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 هذا النظام العدد البديع يشهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى يشهد على أن الله سبحانه وتعالى هو من أنزل القرآن يعني سآتي معكم الآن إلى نظام جميل جدا في القرآن رقم أول سورة ورقم آخر سورة رقم أول سورة تأملوا أحبتي في الله واحد هي سورة الفاتحة رقم آخر سورة هو 114 وهي سوره الناس اذا قمنا بصف هذين العددين يعني العدد واحد والعدد 114 يعطينا عدد 1141، هذا العدد ايضا مضاعفات العدد يساوي سبعه يساوي 7 في 163. واذا تابعنا ايها الاحبه نجد ان ان يعني لدينا مئات والاف بل عشرات الالاف من التناسقات العدديه التي تسير على نفس هذا النظام. فأنا أود أن أوجه سؤالا لكل من يشكك بهذا القرآن، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الأرقام لتحقق هذه المعادلات الرقمية؟ يعني العدد 114 سور القرآن مع العدد 23 يعطينا عددا من مضاعفات السبعة بالاتجاهين، لاحظوا هذا هذا النظام يتميز به القرآن أن تقرأ الأعداد باتجاهين يمين ويسار، وهذا نظام يذكرني بقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم والله سبحانه وتعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من المثاني إذا هناك نظام يقوم على الرقم سبعة يعتمد على مضاعفات العدد سبعة على مكررات العدد سبعة وبالتالي هل يعقل أن نجد عدد السور مع عدد السنوات وبالتالي هل يعقل أن نجد عدد الصور مع عدد السنوات يعطينا عددا يقبل القسمة على سبعة باتجاهين وعدد الآيات مع عدد السنوات النزول يعطينا عددا من مضاعفات السبعة باتجاهين وحتى لو قمنا بصف عدد الآيات مع عدد السور أيضا نجد عددا من مضاعفات السبعة طيب كل هذا أيها الأحبة هل جاء بالمصادفة؟ والله إن هذا النظام يشهد على وجود شفرة رقمية في القرآن تقول لكل من يشكك بهذا القرآن إن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى حفظه من التحريف وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إن شاء الله نستكمل هذه السلسلة الرائعة في حلقات قادمة لنكتشف المزيد من عجائب القرآن العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته